ونتعرف على طريقة كيفية تصفية القصص على تطبيقكم تيليجرام. قم بالضغط على تطبيق تيليجرام، بعدها سنقوم بالضغط على الإعدادات، من ثم سنقوم بالضغط على البيانات والتخزين، من ثم سنقوم بالضغط على عند التجول، بعدها سنقوم بالضغط على القصص. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل القصص، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.